يعني يمكن واحنا بنتابع مع حضراتكم ومع سيد الرئيس هذه الزيارات خاصه من المانيا الى بلغراد، هنلاقي انه في لقاءات كانت مهمه واسفرت عن اشياء كثيره جدا، خصوصا وانه بقى في ازمه عالميه موجوده وتعاني منها وستعاني منها اوروبا بشكل كبير مع بدايه هذا الشتاء، خاصه بالطاقه، وده برضو اللي هيخلينا نتعرف ازاي ممكن يكون لها مصر يكون لها دور ويبقى في اسهامات واستثمارات تقدر مصر تشارك فيها. خلينا ناخد هذه المداخلة مع أستاذ مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ شفكي، أهلا بيك. يعني عايز أعرف من حضرتك يعني هذه الزيارات الخاصة اللي متواجد فيها السيد الرئيس، عايزين نعرف يعني لقاءات مع القادة الألمان إزاي ممكن تعود بالنفع خاصة في ظل أزمات عالمية وموجودة، وإزاي هيقدروا في أوروبا يتعاملوا مع أزمة الطاقة تحديداً. بالظبط، بص حضرتك، المانيا واوروبا بالذات بيعاني في الشتاء القادم من ازمه طاقه واضحه المعالم، والنقص الشديد طبعا هو في الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي استخداماته في اوروبا وفي المانيا بالذات استخداماته متنوعه، سواء في التدفئه او في عمليات الانتاج وعمليات الصناعات التحويليه والصناعات الكيماوية والعديد من الاستخدامات الأخرى وتوليد الطاقة كمان، الطاقة الكهربية. فطبعا أن مثلا دولة زي ألمانيا كانت بتستورد مثلا 40% من احتياجات أوروبا، فمعنى كده أن هي هتتأثر أكثر سلبيا من الدول الأخرى. تمام. فبالتالي الرئيس السيسي لما بيقدم حلول، تخيلي اوروبا في عرض اي امدادات من مصادر اخرى خلاف المصادر اللي هي متبعه. ايوه. فمصر بتقدم لاوروبا خدمه طبعا مميزه، ان هي كل صادرات مصر اللي بتطلع من سواء من محطات الاسالة المصريه في دمياط وفي اتكو بالبحيره كلها ستتجه الى اوروبا. فهنا كده يبقى مصر ساهمت في حل جزء من احتياجات اوروبا من الطاقه ومن الغاز الطبيعي، وبالتالي اذا مصر بتقدم من نفسها جزء من المساهمه العالميه لحل ازمه الطاقه في اوروبا. فطبعا اوروبا بتستقبل الرئيس السيسي هذا الاستقبال الحار، لان من ضمن الحلول ان هم جذب مصادر اخرى للطاقه من دول غير يعني مورده اساسا لاوروبا، لان كانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي في الفتره اللي فاتت كانت كلها متجهه معظمها الى اسيا. تمام. فالنهارده كل رئيس السيسي وعد اوروبا سواء المانيا او المفوضيه الاوروبيه ان مصر كل صادراتها من الغاز الطبيعي ستتجه إلى أوروبا. طيب خلينا في النقطة دي نقول برضو للمواطن المصري لما يسمع ما هي الفائدة بقى، يعني دور مصر هنا هيتغير إزاي؟ بصي، الفائدة على مصر، أولا مصر هنا قدام العالم كله أصبحت محور هام جدا من محاور صادرات الغاز الطبيعي للعالم ولأوروبا بالذات. تمام. وإذا هنا مصر لها مكانة، أصبحت لها مكانة واضحة في الخريطة العالمية. صحيح. وخصوصا لأوروبا. إذا مصر أصبحت محور هام من المحاور الهامة لإمداد الطاقة لأوروبا. يعني لما هيكون عندي جدول اقتصادي وهبص كده لأسواق ناشئة زي مصر وأقول إنه يتم تصدير كذا كذا، هلاقيها موجودة بشكل مع باقي الدول اللي بتعمل طبعا في البترول والطاقة، وده شكل جديد بالنسبة لمصر. بالظبط، مكانة جديدة مصر بتحتلها، وده طبعا وضع مميز جدا. الحاجة الثانية إن مصر ما أصبحتش هي كده، يعني مصر مش بتصدر احتياجاتها، لكن مصر اتبعت دور محوري جديد، ان هي محور اقليمي لتداول الطاقه في المنطقه. فهي دلوقتي بتاخد غازات مثلا اسرائيل الفائده اللي هي الفائضه عن احتياجاتهم، بتقوم بامدادها لمصر، ومصر بتاخدها بتعمل لها اساله وبتصدرها عبر الموانئ المصريه. اذا مصر هنا اصبح لها دور تكاملي مع الدول الاقليميه في المنطقه. اكيد. عشان كده مصر هنا اتفضل، يعني مصر أصبحت مش كيان واحد، مصر بتمثل كيانات إقليمية في المنطقة، وبالتالي أصبحت مركزها الإقليمي قوي جدا. طبعا دور محوري كبير جدا بقى ودور جديد لمصر يعني بتقدمه وبتشتغل عليه. بشكرك جدا أستاذ مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة.